بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، أقامت مديرية السياحة بمحافظة طرطوس بالتعاون مع فريق رشة عطر التطوعي يوما ترفيهيا مفتوحا مع الأطفال في شاطئ الكرنك على أطراف المدينة بحضور فعاليات رسمية. حبينا نوجه رسالة إلى المجتمع المهلي الأهلي والفعاليات، كل الفعاليات، أنه هدول الشريحة هم الأطفال، هدول الأطفال بعمر الورود اللي أجسادهم عم تتحمل الكثير من الألم والتعب، وأهاليهم أيضا عم يتحملوا الكثير من المعاناة والتكاليف المادية الكبيرة للعلاج. نحن حبينا من خلال هذه الفعالية نوجه هذه الرسالة ونقول لهم أنه هدول الأطفال بحاجة إلى رعاية ودعم. بصراحة نحن عم ناخذ الطاقة منهم، جايين وكلهم حماس، حابين يلعبوا، حابين يرقصوا، حابين يطلعوا من جو البرد، هنن حابين ينسوا هالشيء. فهالأوبن داي كان كتير حالة صحية لهم، وبتتمنى تتكرر، مو شرط بس باليوم العالمي للسرطان، لنقدر نرسم هالوجوه الحلوة ابتسامة شفا ورضا باللي بعت لهم يا رب العالمين. ما في شيء عندنا مستحيل نحن بسوريا، حتى المرض اللي نحن بنسميه مستحيل ما في شيء مستحيل، مثل مرض السرطان مرض بده معنويات، بدهن أطفالنا وجيلنا القادم، مفروض إنسانيا على كل الجهات وعلى كل الفعاليات اللفتة لهالنوع من الأمراض مع أطفالنا. نشاطات وألعاب ترفيهية بالإضافة لفقرات فنية ورياضية منوعة قدمت للأطفال. أنا مريضة، يعني الفعالية عطتني قدرة هيك يتحملوا وهيك يعني بتمنى لأطفال سوريا أنه الشفاء العاجل وأبدا ما يصيبن أي ضرر، وأنه يتحلوا بالصبر والإيمان لأنه أكيد رح يشفوا، بس هيك أنه مجرد وقت مو أكتر. الإبنة وتسلين والله يشفى أطفال العالم. بتمنى الشفاء لكل أطفال العالم والله يحمسهم. يزدهر الوطن بحب أبنائه لبعضهم البعض وإيمانهم بأن الإرادة أقوى من المرض، فكانت فعالية هذا اليوم لنثر عطر المحبة وإضاءة شمعة على نية شفاء هؤلاء الأطفال. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.